حسنا، إنها حقيقة يجب أن تلتزم بها وهي قوانين الحجاب من أجل تجنب الاضطراب حيث تسبب المشاكل، لكن الشيء الذي يتم فرضه ليس لطيفا أبدا. إجبار بشغتا خوشايند. أمور أخرى هي بالتأكيد أكثر أهمية، مثل الأمور الاقتصادية وظروف الناس وعدم الاستقرار الاقتصادي. أعتقد أن هذه أهم من الحجاب، لكن الحجاب مهم إلى جانب ذلك بالنسبة للمرأة. باستخدام التكنولوجيا والمعدات المتقدمة يمكن التعرف على المرأة، وسيتم تحذيرها، ثم يتم تعريفها على النظام القضائي مع الوثائق للتعامل مع القضية.